حبايبي عندكم حبايبي التليفونات ديالكم. قبل كل شيء بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم علينا بصحة وسلامة يا ربي، باش ما كتمنوا اي حاجه زوينه. الله يغفر لكل واحد يا ربي ويرحمه في هذا النهار اللي ما كتبش لانه يكون معنا هنا في رمضان، والله يحفظ لينا الناس اللي عزاز علينا. بالنسبه لي هذا شهر رمضان واحد الشهر ديال المغفره والرحمه، واحد الشهر اللي كنقدروا انه بحال نديروا واحد الغدا ما بين النفس ديالنا الداخل ديالنا، وكيف ما تيقول لي مروان ومروان هو جا وجاب معاه التقديه شهر التقديه، وانه واحد الشهر اللي كيكون عباره عن بروموسيون كيجيك مره واحده في العام خصك تبروفيتي فيه بالماكسيموم. فالله يقدرنا والله يتقبل منا ومنكم. دونك بالنسبه للغبور جوسي ما غاديش ندافع على راسي، ولكن غادي نقول لكم كيف ما شرحت للناس اللي متبعيني في انستغرام انه الحاجه اللي مخلياني انه غابره سي لو لونسمون ديال لا مارك ديالي ان شاء الله. فهي اللي مغبراني وكتاخذ ديال الوقت بزاف بزاف بزاف، وكنزعشوا من بحال هكا عاد مره كنكون في لو بيك الفوق مره تنهبط 10 لتحت. ان شاء الله غادي واحد النهار نعاود لكم على هذا الشيء هذا كامل. غنبروفيتي باش غادي نقول لكم كيف ما لونسيتها في انستغرام غادي لونسيها حتى الناس اللي متبعيني في يوتيوب، بانه فينالمون لا باج اوفيسيال ديال لا مارك هي باي روعه بيوتي، غنكتبها لكم هنايا. دونك سي مارك روعه بيوتي، ما كرهتش انكم تدخلوا، حطيت لو بروميي تيزر، نبغيكم تمشيو تشوفوا حتى في لاباج ديالي، تقولوا لي لتحت في لي كومونتير نظركم لا مارك ديالاش. ملي حاشم غادي نقول لكم ما نطولش عليكم، نخليكم في لا فيديو. راني صورت لكم دو ريسيت في لافي ديال رمضان، اي صورت لكم لو بروميي جور ديال رمضان، وي حيت انا دابا كندوي معاكم حنا في لو ثوازيام جور ديال رمضان، حتى هو المونتاج قلت لكم داكشي اللي كاين. فوالا ايزو خليكم على فيديو. الو هنا غادي نزيد البصله شوزه بحال هكا، غنزيدو هنايا البرو هكا مقطع طويورات، نزيدو هاد الشي دا كامل، من بعد غادي نزيد شوية البزار والملحة، أو غادي نزيد دونك هنايا الطومون. ديجا البارح هنايا كنت بخرتو في تيرموميكس، دونك دابا غادي نزيدو على هاد الخليط. الكره الثانيه هي ماشي بسطره معمره، بسطره بريوات. المهم اللي كان غادي نديروهم هنا فريمون غير الحوت اللي عندي في الكونجيلاتور حتى هو بخرتو، زدت هنا شويه ديال الصامون، ممكن واحد انواع ديال الحوت، ما عنديش كريفيت مالوغوزمون، مي سباك غاف قلت ما غاديش نتبلوكا في هذا الشيء. دونك نزلنا شامبينيون نوار مقطع بحال هكا الربيع، وبالنسبه للعطريه ها هي الله كمون بزار خرقوم ثومه القزبر ومعدنوس، هذا شامبينيون نوار حتى هو، وهنايا الحامض مرقد. بالنسبه للشامبينيون نوار الطريقه تو سامبلومون تشدوه تحطوه في الماء سخون، خليه يتنقع حتى يكون فيه تكون فيه بحال الرمله، دونك غسلوه مزيان وصافي قطعوه فوالا. ومن واحد الناحيه واحده اخرى درنا شعريه سنيه، دونك تو سامبلومون شعريه سنيه حطيناها في الماء سخون، من بعد صفيناها وبغات تدوز ماما غير شويه هنا في المقيله، زدنا لها ربيع العطريه شويه زبيده وصافي، يعني العطريه العاديه اللي معروفه. هذا ما كان دابا غنخرج شونجمون ديال لوك شونجمون ديال الصينيه، حيت هذه غادي تصبغ ليا كنحطو كلشي اسمع صراحه بي براتيك ما تهزاش هذه غير كنبقينا فيها الحوت حيت بيضه دابا تزيد العطريه هي كدوي عليك انا لا دوماج ناقص غير الكريفيت معليش الكروفيت الشامبينيو حيت درت فيه غير خليت لك باش تصوريه درت فيه لا لا صورته ديجا
ريحتو كتشهي بزاف. انا ريحتو كتشهي. الوغ دابا غادي نزيد شويه ديال الصوجا ما نكثروش حيت داك الملحه. اوا قالت الوالده هنايا الفرماج محكوك زيتون مقطع وكورنيش اخر اضافات هما هادو صافي تخرجو نزيدو العمار. شومبر ديال السجار راني مازال خدامه. يلا صوبت دو تيغوار باقي ليا واحد تحيت داكشي اللي خصو يتحيد. ايه انا غادا دونك كندير اون بوز غادي نمشي دابا لو رونديفو ديالي عند الصالون. فيت في بالجليبه صافي اي درت ما كريم سولير لا بروتيكسيون سولير ليتس جو نمشي للصالون. صوبت راسي قلت نشد لاباري راسي ضحكات عليا البنت قالت لي انت مازال راهي في 7-1 هاك اختي زربي لي على القضيه. شفت معايا الخبيزات هادو العاديين وهادو ديال القمح. صراحة بغيت نشوف ديال القمح ما يعجبوني دونك غنخد غير القمح غناخد هادو. الوغ حتى وحده ما ضحك عليا مي البنات درت هادشي لي مويان دو بور اللي كاينين في الدار هما اللي خرجت. درت هذا ديالي عرفتي هذا راه عندي اعوام واعوام اكثر من 10 سنين هو عندي. حطيت عليه هكا واحد شويه ديال الشميعات هادو غير الزواق هادي حتى الصراحه الظلام الدنيا عاد غيبان داك لي في زوين. هادي الله دابا تيريتها من الامبليمونت كتبت فيها زعما وحده هكا في بينتريست رمضان مبارك. ايوا راه هنايا مشيت ديكوراسيون اي فوالا. صراحه ماشي شي حاجه واو مي بالنسبه ليا المهم دخلنا في التيماتيك ديال رمضان اي فوالا. ها انتما منى مور اش كيدير هنايا اش كديري يا يعقوب اش كدير؟ كنعصر الليمون. يا انا هناكل كاين اللي قال فيديوهات في رمضان كتعصر لي الليمون حاجه كتورث من الاب للابن سبحان الله. الوغ يعقوب فلاطاش ديالو انا بصراحه دابا شحال الساعه 16:39 دقيقه بالضبط فغادي ندير لاسوب. بالنسبه للبريوات ديجا مجدام دونك غنبداو من الكونجيلاتور وغادي ندهنهم باش نحطهم ان شاء الله في الفران. الخبيزات الخبيزات ضروري كيف وريتكم قبيله الخبيزات شارياهم غتبقى الحماره غنصوبها دابا بلا ما تقولوا لي راه طريقة لانه عفتو دائما كنصورهم وكنعاودهم في الفيديوهات غادي ندير لكم هكا غير باساج خفيف خفيف ظريف اي خليكم معايا لانه فوالا نهار كيفاش دايز. هنا كندير لها الصوص لهاد المرة بدلت الطريقة لانه واحد صاحبتي وراتني واحد الحاجة اللي ساهلة ماهلة كتبدل كومبليتمون لوكو ديال لاصوص كتجي انديكس فريمون كتجي بنينة بزاف وسامبلومون انكم تحفرو الا كنتو باغيين غير تطبخ ديجا مع شويه ديال الزبده ومن بعد كتزيدوها لاصوص مي
بزاف منكم بزاف بنات اللي كتقول لي ما كجرعش حرمام الخضره كامله كتجي خطيره. فمن داك الوقت وانا كنديرها للبنات والله الا كتجي سوف عظيمه. اش نقول لكم المذاق ديالها هائل. تو سامبلومون تحرو خضيره اللي ما فيكم لي تحرى هادشي هذا كامل عليكم البصله اي فوالا تحركوها عاد من بعد دوزو زعما دوزو عليها الماء وخليوها تطيب. انا هادشي كامل غنقلبو في الترموميكس ما نخليش في الترموميكس. زدت الكرافس والربيع و بزاف ملحة و طانت البنة. دابا غادي نلونسيها فوق واحد التقريبا شحال 35 دقيقة بحال هكاك. اوكي سبانخ. عجبوك السبانخ؟ حي على الفلاح.
هناك من يزين سفرتنا. عشنا ماما ديك العام انتي فكري شوف هاد العام انتي معانا ها نهزك ناكلك انا نهزك. فلوغ دايز هكا 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 المهم هو انه اليوم كي شفتو في لا فيديو ولا في لا طابل لا سالاد كاينه بعد السكر نورمالمون كنت دائما كنزيد السكر دونك ما كاينش السكر في الطبله لا سالاد كاينه الخضره كاينه في لا سوب